مثلما تنوعت جغرافية بلاد الرافدين بين سهل وجبل، تنوعت مكوناته من أديان ومذاهب وقوميات لتشكل منذ أقدم العصور ميزة ينفرد بها العراق عن باقي دول المنطقة، فيما شكل تداخل تلك المكونات بالعيش المشترك في مختلف مناطق البلاد ميزة أخرى. لكن ذلك التعايش لطالما شابته صور نمطية ينقلها كل مكون عن الآخر، وتتحمل الأقليات الوزر الأكبر من تبعات تداول تلك الصور النمطية المخطوئة، كونها تشكك بأصولها تارة وبمعتقداتها تارة أخرى، وسط إهمال الباحثين والمتخصصين تصحيح تلك الصور لأسباب تتراوح بين غياب الجرأة للخوض في هذا المجال أو الخوف من السلطة والاتهامات المشككة بالنوايا. فما هي أبرز تلك الصور النمطية وما هي الحقيقة؟ يذكر سابقا من داين على أنه عبدت كواكب ونجوم، فهذه إساءة كبيرة، لأنه هذا الطفل عندما يدرس هذه المادة توسخ في عقله أنه هذول كفرة، هذول عبدت كواكب ونجوم. لكن عندما دخل هاي النصوص الدينية اللي غيرت الصورة، تغير الصورة عند الطفل، وبذلك راح يلمو أو راح يكون تفكيره صحيح وأنه يكون أنصاف لهذه الطائفة. احنا خلينا ندرس المقابل، خلينا نتحاور ونتوصل إلى أنه شنو طريقة عبادته قبل أنه نحكم عليه. المسيحية تؤمن بالثالوث، لكن تؤمن في نفس الوقت بإله واحد. الثالوث لا يعني ثلاثة آلهة، وإنما يعني إله واحد. مثل ما نقول في كل بداية صلواتنا نبديها باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. كثير من المسيحيين أيضا العرب خاصة اللاهوتيين هالشكل يشبهون الثالوث، يشبهوه بالشمس. لما نتكلم عن الشمس ممكن نتكلم عن قرص الشمس، ممكن نتكلم عن ضوء الشمس، ممكن نتكلم عن حرارة الشمس. احنا بالنهاية نتكلم عن الشمس، ماذا نتكلم عن ثلاثة شموس، وإنما عن شمس واحدة. كلما جابهنا أحد ما هو دينكم نقول بهائي، فيقول لم أسمع به. لماذا؟ يقولون البهائيين مثلا إباحيين، أو البهائيين بيؤمنون بمحمد، أو البهائيين يعني أكو هاي من المسائل هذه، أو البهائيين يؤمنون بحلول الله بالجسد، يعني كأنه حضرة بها الله هو الله. هذه كلها اختراعات، يعني كلها محقق حقيقة غير هذا. يعني المحارم في الدين البهائي موجودة مثل باقي الأديان، ما ممكن الشريعة الإلهية تطلق زواج المحارم أو تسوي الزواج الرفاقي أو أي من هذا. احنا بعيدين عن كل بعد عن هذا المسألة. احنا تسميتنا هي الديانة الإيزيدية، في حين اللي متعارف عليه بحكم اللغة العربية كانوا يسموهم الديانة اليزيدية، وكثير من المؤرخين قديما وقعوا في خطأ فادح على اعتبار هذه الديانة تعود إلى يزيد بن معاوية الأموي. إن الكاكائيون يدوروا محور معتقداتهم على الرمزية في التعبير وعلى سرية المعتقد، كما أنهم لا يمارسون طقوسهم علانية، مما جعل الباحث الاجتماعي لا تنجع ولا تتمكن أدواته من سبر أغوارهم. وبهذا جاءت الأوصاف قشرية إلى حد ما وغير دقيقة. احنا يعني ما نطبق كل يعني تعليمات الإسلام كالصلاة وبس، صلاة وصوم لا موجود. يعني شيء شخصي بكل الفئات، كل القبائل موجود، يصوم ما يصوم، يصلي ما يصلي، يروح الحج ما يروح الحج. بس من الكاكية بالمئات موجودين رايحين للحج وجايين. تربية الأجيال المتعاقبة على تلك الصور النمطية والتي تتقاسم المدرسة والأسرة الدور الرئيس فيها، ساهمت بشكل كبير في تفكيك النسيج الاجتماعي
وترسيخ الجهل بالآخر، وهو ما يشجع على العنف بل ويبرره في معظم الأحيان. أولا ديانتنا نبعت هون، ما نبعت من غرب، ومن هون انتشر، ونحن يعني ما لنا علاقة بالغرب. الغرب ما بقى له دين، ومشكلة الكبيرة بالغرب أنه ترك الدين، فصل يعني بلدان علمانية وبالعكس أقرب إلى الإلحاد من أنه الإيمان، ويحاربوا حتى الرموز الدينية. يعني أنا في رأيي لا هذا التطرف بالشكل ولا التطرف الديني نكون حل هيك وسط، ولا لنا علاقة مع السياسة الغربية، ما نحن نصنع، نحن مسيحيين مشرقيين، ونحن لغتنا مع بعضنا، ونحن عشنا مع بعضنا، وكثير أقرب أنا أنت حضرتك كثير أقرب إلي من واحد أجنبي يكون مسيحي إذا ما يكون أو لا يكون مسيحي. ما يعني ما مجرد لأنه هو جيد من بلد كان مسيحي، كان مسيحي اليوم علماني، أنا لازم أندمج فيه، وأنا مندمج بيك أكثر، وهناك قواسم مشتركة بيني وبينك، وما عندي شيء مع هذا الغربي. يعني ولما الأمريكان جو سياسة، ما جو لسواد عيوننا ولا جو حتى يخلصون المسيحيين، بالعكس حتى الحروب الصليبية نحن تأذينا بقدر ما تأذيتم، دمروا كنائسنا يعني عملوها حتى مزاريب. جهل بالمجتمع حقيقة نتيجة عدم تعريف، عدم قيام الإعلام بهذا الدور، لذلك في كثير من عدم معرفة الآخر عن المسيحيين، عن طوائفهم، عن تنوعهم، عن أعدادهم، لذلك دور الإعلام مهم بالتعريف عنهم، يمكن بوسائل الإعلام، بالصحافة، يمكن مسألة الحوار الإسلامي المسيحي كثير مهمة بهذا الجانب، لها حتلعب دور مهم بالتعريف عنهم والحوار معهم. وهنا لابد من البدء بالعمل الجدي والقيام بكل ما من شأنه تعميم ثقافة القبول بالآخر ونشر نموذج إنساني يرسم صورة لشريكه في العيش تقوم على أساس المواطنة في بلد يبقى وجوده مرهونا بتعدديته. يعني هو المواطنة الحل الوحيد في الوطن الواحد، هالأرض اللي هي أرضنا، وطننا، يعني السني والشيعي والمسيحي والكردي والعربي والتركماني والشبكي والقيقاني، كله يندمج في شيء اسمه الوطن. أما إذا نحن نبدي على المحاصصة أو الفئوية انتهى الوطن، مات، كل واحد يريد يفتح له دكان يعني. وهذا حصل، شروع الوطن الواحد والمواطنة المتساوية هذا هو الخلاص لبلداننا يعني ولشعوبنا. أمحو منها السر.